مع حضرتك مي صحفية من شبكة إيرم الإخبارية، كنت محتاجة من حضرتك يعني برضو ردود توضيحية بشكل أكبر، يعني أو لو لا، أنا حضرتك ما عنديش عندها أي تعليق على الموضوع أكثر من اللي كتبته على صفحتي، وبأكد إن دي قصة انتهت من سنتين. يعني الطلاق ده تم من سنتين، وأنا كتبت اللي هيبحث على الفيسبوك هيلاقي إن أنا أعلنت طلاقي من سنتين في مارس 2017. دي قصة بالنسبة لي انتهت من زمان، فمش عايزة أفتحها أصلا. دي الوحيدة إن دي قصة انتهت من حياتي في مارس 2017، وأنا أرغمت على التعليق عليها. دي قصة انتهت في مارس 2017، ما عنديش أي إضافة تاني. قصة انتهت من حياتي، لا معتزة بيها ولا متشرفة بيها، ومش عايزة أفتحها. وعندي دلوقتي حياتي الأسرية وأولادي، مش عايزة أفتح الموضوع ده خالص.